مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الاقتصاد والفلاح، نرحب بحضراتكم في عرض جديد قطيع كامل بإذن الله تعالى لبدء مشروع تربية وتسمين الأغنام الأوسيمي. عرض اليوم إن شاء الله بنقدم لحضراتكم من داخل مزرعة الحاج كمال أبو العزم قطيع أغنام عبارة عن 25 نعجة، تفاصيلهم 18 نعجة عشار، 2 والدين، 5 تحت العشار، والقطيع معاه كبشين طلوقة، يبقى الإجمالي 25 نعجة، 18 عشار، 2 والدين، 5 تحت العشار، ومعاهم كبشين طلوقة. عنوان المزرعة زي ما حضراتكم عارفين كرداسة الجيزة، رقم التليفون 011-218-740. المطلوب ان شاء الله في عرض اليوم 100,000 جنيه. للمعاينة والاستفسار يرجى الرجوع لصاحب العرض، وانتظرونا على قناة الاقتصاد والفلاح كل ما هو جديد في عالم الماعز والاغنام. ولو عندك عروض وعاوز تنزل على قناة الاقتصاد والفلاح، استقبل الفيديوهات على الواتساب رقم تليفون 0136-26-868. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دي الوالدة الجوزة السمرة دي؟ البلقة دي؟ تنعجم قبل حد كده؟ امسكها كده. دي من الرواخة اهي. خليك ماسك. ثانية واحدة.